نعيم طلع خاين وهو اللي ضرب عايدة، محمد سامي فضح عصام السقة، وجعفر العمدة هيعرف في الحلقة الجاية. محدش قادر يصدق نعيم في مسلسل جعفر العمدة، ولا حد متخيل الدور الطيب اللي بيعيشه ده. ما هو أكيد مفيش حد بالطيبة وجدعانة دي كلها، وكمان خدوم وبيقدم كل حاجة لصاحبه من غير أي هدف. حتى محمد سامي صاحب قصة المسلسل والمخرج مش قادر يصدق، وطلع شكك في نعيم علشان يحير الجمهور من تاني ويخلي الكل يشك في نفسه. بعد ما كنا صدقنا ان جعفر العمدة عرف ان سيف ابنه عبد الجواد اللي بيدور عليه بقاله 19 سنة، وكمان عرفنا ان دلال هي اللي عملت كل البلاوي اللي في المسلسل دي، زي انها خلت بلال شامة يخطف سيف ابن جعفر، وكمان كذبت عليه وقالت له انها سقطت نفسها وسقطت عايدة لما عرفت انها حامل. يعني ببساطة هو الشيطان الكبير اللي في مسلسل جعفر العمدة. المهم بعد ما الالغاز دي كلها اتحلت وقلنا خلاص بقى فهمنا المسلسل رايح بينا على فين، نقوم نتفاجئ كلنا بالمخرج محمد سامي عايز يشككنا في نعيم. وبعد ما كلنا ادينا له الثقة وقلنا خلاص ده جدع بجد، طلع محمد سامي وغير الخطة كلها، وشكله كده حالف مش هيسيب حد في المسلسل غير لما يخلينا نشك فيه. تعال اما اقولك محمد سامي قال ايه على نعيم، واقولك كمان الدور الخفي لنعيم في المسلسل. الحكاية كلها ان عصام السقة اللي ما شاء الله مكسر الدنيا السنة دي وعامل شغل حلو جدا، كتب بوست على الفيسبوك بيهزر فيه وقالك اخيرا لقينا الواد كنا هنكمل للسنة الجاية. هو طبعا قصده عبد الجواد ابن جعفر العمدة، واللي كلنا نعرف بقى ان دلال هي اللي ورا الموضوع ومعاها بلال شامة اللي نفذ. لكن الغريب بقى كان تعليق المخرج محمد سامي على كلام نعيم، وده اللي حير الناس كلها وخلى الجمهور كله ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل. لان سامي شكك في نعيم نفسه لما قاله يا خوفي من فرحتك دي ونظرة الحنين والحب. كلام محمد سامي خلى كل الجمهور دلوقتي شاكك في نعيم، لدرجة ان في ناس بدأت تشك في نعيم هيطلع بيكون جعفر مع دلال. لكن في ناس كتير ما سألتش نفسها عن لغز مهم جدا ما حدش لسه وصله لحد دلوقتي، وهو مين اللي ضرب عايدة يا جماعة؟ احنا عرفنا اللي خطف الواد واللي سقط عايدة وكل الكلام ده، لكن ما حدش عرف مين اللي ضرب عايدة على السلم، وخصوصا ان وداد حلفت انها ما عملتش كده. وكمان دلال انكرت، هي اي نعم كدابة وكل حاجة بس واضح فعلا انها ما عملتهاش. يبقى الشك الوحيد اللي لازم يروح لنعيم دلوقتي ان هو اللي ضرب عايدة على السلم، واكيد محمد سامي كان بيرمي الكلام على كده. بس يا ترى نعيم ضرب عايدة ليه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديوهات الجاية، تابعونا عشان تعرفوا كل جديد.